الست المصرية لو اكتشفت انك بتخونها هيكون رد فعلها غير متوقع. تعالوا نشوف الستات المصريات لو اكتشفت خيانتك هتعمل فيك ايه. يلا بينا. لو جوزك خانك هتعملي فيه ايه؟ هتطلق. بس كده مش هتعملي حاجة تاني؟ لا خلاص، هو خان، هو اكيد لو الخيانة كده هو هيبقى حاجة في طبعه، يعني حاجة اساسية. اكيد لو خاني هقتله برد. طب ما انت هتتسجن. ما هتسجن عشان حاجة بدل انا مختارها من الاول ومعرفاه يعني، فاكيد لو خاني مش هيهمني بقى اي حاجة. هتقتليه؟ اه خلاص. طب هتقتليه ازاي؟ مش عارف ساعتها اما اشوف. ايه سبب الخلل من ناحيتي انا؟ السبب من ناحيتي او السبب من ناحيته او هي تفاصة؟ في فرق كتير. لو تفاصة يبقى لازم في رد فعل. يعني بصي انا مش متخيلة ردة الفعل، بس انا ساعتها ممكن اقتله. انتي ممكن تعملي ايه؟ لا هسيبه يعني، خلاص مش هيبقى ليه لازمه اصلا في حياتي. اقتله طبعا. معرفش ساعتها اعمل فيه ايه، بس انا متفقه معاه من الاساس، يعني الخيانه بالذات عندها في حدود، يعني القتل على طول. انت متفقه معاه ان انت لو خنتيني هقتلك؟ آه. مش هسيبه كده يعني بسهوله. لو ليه ولاد حسنا معاهم هو براحته. لو جوزك خارج ممكن تعملي فيه ايه؟ هقتله. طب قولي لي بقى، يعني هتستعملي ادوات ايه في القتل؟ لا مش هستعمل حاجه، هقتله خلاص بقى، هسمه، هقتله، هعمل اي حاجه يعني. هعمل ايه يعني؟ هتبح. جوزها خانها او اكتشفت ان هو خانها ومعرفش ايه، فاحنا بنسمع كتير على فكره، وفي كتير بي 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 عملت فيه ايه بقى؟ بتقتله. طب هتعمل فيه ايه؟ لازم تقتله. طب انت ايه رايك في الموضوع ده؟ لا هي مش توصل للقتل. انت بقى اللي هو ماشي معاها؟ ايوه. جو من شعرها ولم اصحابي عليها، وهند برضو هلمها عليها كده وعرف. بس بتعملوا فيها ايه؟ نبهدلها بقى. خطفت الرجاله يا هديله بالجزمه واكيد وش هتطلق، ده مفيش معاه عشره يعني. لو هو فكر يخونك هتعملي ايه؟ الله يرحمه. هتعملي هتقتلي الاكياس بقى والسكاكين؟ اكيد طبعا. اشوف الاول الاسباب مشكله مني انا او مشكله منه هو. لو مشكله مني انا تتحل اكيد، لو مشكله منه هو فربنا يكون معايا. لو اتكلمنا بقى يعني لوجيك، هنلاقي ان ايه، ان نزوه وكل راجل لازم يخون. ما تقولي لا تقنعنيش ان مفيش راجل ما بيخونش. انت بتشجعيه بقى؟ لا مش بشجعه والله خالص، بس هي بصي هي اكيد يعني ان ما كنت انا ممكن هسيطر انا عليه، اللي بره مش هيسيطروا عليه. لو انت بتخون يبقى انت مش مرتاح، فلو مش مرتاح يبقى كل واحد يروح في مكان. مش هتحاولي مثلا تشوفي لو في اي تقصير من عندك تظبطيه؟ لو ما هو اكيد التقصير هيبقى من ناحيتين، فلو احنا مش قادرين يبقى في نقطه تلاقي ووصلنا بيها للخيانه، يبقى اكيد مفيش خلاص. لو جوزك خانك هتعملي ايه؟ هيشوف الدبان الازرق. ازاي هتعملي ايه؟ يعني انا مش عارفه اعمل ايه حاليا، بس اللي هو لو حصل كده اكيد هظبط له خطه كده، اللي هو اعرفه يعني ايه يخني فعلا. يعني هتجهزي سكاكين؟ لا مش لدرجه سكاكين، بس هطرده من البيت بس بطريقه شيك. هتطردي؟ طب هتعملي ايه بقى في اللي خانك معاها؟ بقى دي هتلبس تهمه وش.